خليني ارجع لك ادهم ونتكلم في فكره توه الواي وادجار سوسه. مش لازم مقارنه ما بينهم، بس ايه الظروف اللي خلت ادجار سوسه مثلا خد وقت عبال ما اندمج مع الفريق او عبال ما تالق، وازاي نتفادى ده مع توه الواي مثلا؟ وزي ما انتي قلتي يا نايرة، ويمكن ادجار لعيب كويس قوي، بس هو اخد وقت طويل شوية عقبال لما يدخل مع الفرقة ويعني يوصل للفورمة بتاعته هو كلاعب يعني. بس هرجع واقول لك برضه مين اللي جاب ادجار؟ الكوتش في اللي كان موجود في الاول، في اول السنة ما كملش معانا، وبعد كده جه كوتش تاني، فممكن خلاص بقى مجبر ان هو ادجار يعني هو اللي موجود قدامه وهو اللي هيتعامل معاه. فبتبقى الحتة دي كل مدرب بيجيب محترف بيبقى هو عايز منه حاجات معينة بطريقة معينة، فبرضو التغيير ده بيأثر شوية. بس هو زي ما انت قلتي، هو في الآخر يعني يفنش بشكل لحد ما أحسن من بداية السنة. صحيح. طيب طول واي شايف ان هو احسن من ادجار سوسا، ولا يمكن مركزه محتاجينه اكتر من ادجار سوسا، ولا شايف طول واي هيقدر يعمل ايه مع الزمالك؟ هو يمكن الميزه في تو عن ادجار شويه ان تو ممكن بيلعب بلاي ميكر وبيلعب كاتر، بيلعب الاثنين زي بعض. ادجار كان شويه كاتر اكتر منه بلاي ميكر، يعني ساعات بيمسك الملعب بس مش مش دي الحته اساسي اللي ده. هو بيحبها يعني. بالظبط. فدي يمكن ميزه بالنسبه لتو. وزي ما بقول لك يعني تو السنه اللي فاتت والسنين اللي فاتت كان بيلعب في اقوى الدوريات، فيعني ان شاء الله هيبقى اضافه قويه لينا ان شاء يا الله. رب. طيب طول واي انت عارف ان المحترفين، انا مش اللي هقول لك يعني، ده انت اللي تعلمنا. المحترفين نوعين، في واحد بتحس ان هو وان مان شو قوي ويقدر انه يجيب بوينتس كتير خلال المباراه وكل الكلام ده، وفي واحد بيشغل الملعب، وشفنا ده وشفنا ده بدون ذكر اسماء، شفنا ده معانا وشفنا ده معانا، وده بيفيد وده بيفيد اكيد. لكن طول واي شايفه من انه نوع، يعني اللي هو هيعرف يشغل الملعب ولا لا هيبقى وان مان شو شويه من خلال حتى الماتشات يعني؟ لا، تو هيبقى ميكس ما بين الاثنين. تو بسكورر، لعيب بيجيب سكور وفي نفس الوقت بيعرف يلعب مع الفرقه ويلعب الفرقه، فهو يعني لا عنده الاثنين يعني. طب وانت شايف بقى يعني كتيم ورك وكده، شايف مين يفيد الفرقه اكتر؟ تو ولا ادجار؟ لا عموما، اللي نوعيته كده ولا اللي نوعيته كده، اللي هو بيشتغل على فكرة ان هو سكورر اكتر، ولا لا اللي هو اكيد بيشغل الناس؟ اكيد اللي هو اللي نوعيته الاثنين، اللي هو لعيب بيعرف هو يعني في وقت معين هو بيبقى ده الوقت بتاعه وهو اللي يعني بيلعب فيه وبينقل الفرقة الحتة لقدام، وفي نفس الوقت ان هو ازاي يبقى بيلاعب الفرقه يعني، ما يبقاش هو وان مان شو بيلعب لوحده وهو مركز ان هو عايز يجيب مثلا سكور معين وكده هو خلص. لا، ده برضو ما الميكس ما بين الاثنين هو ده بيبقى احسن حاجه يعني. ازاي هنقدر نتفادى مع فكره انه ما ياخدش وقت قبل ما يظهر مع الفريق؟ لان عارف انت الجمهور ما بيصبرش طول الوقت، هتلاقيهم ان هو ايه ده، هيقارنوا بمش عارفه مين وهيقارنوا بمش عارفه مين. حاسس انه ازاي نتفادى ده مع تو، انه لا يعني ان شاء الله يندمج على طول؟ لا يعني بصي، من الاربع ماتشات دول ومن شخصيته كده انا شايف ان هو مش يعني مش هيقع في نفس المشكله ان شاء الله. هو من عندنا فتره يعني، عندنا لسه حوالي شهر ونص اعداد لسه للدوري، فهو لا يعني بتهيألي على بدايه الدوري هيكون جاهز 100% وهيكون يعني مش هيحصل نفس المشكله اللي حصلت السنه اللي فاتت بالنسبه لادجار يعني. بالظبط.